السلام عليكم، مرحبا بكم مع حكيمة العاصمة. إن شاء الله ديما تكونوا بخير وعلى خير. يعني أنا اليوم راني حنحضر معاكم بطاطا كوشة مع رمضان. يعني نقولكم يعني البطاطا ديما نقدروا نديروها في شهر رمضان. يعني أنا حضرتها يعني بطريقة خفيفة، ويعني ما نشحين تقلوها. انا هنا درت البطاطا يعني على حساب العائله تاعي، ودرت الدجاج يعني ديما على حساب الافراد تاع العائله، وناخذوا راس الثوم يعني راس لينا تاعتهم كيما نقولوا نقطعوهم دي غوندان، وناخذوا يعني التوابل عندنا الملح والفلفل الكحل والكركم والعكري يعني حار. تقدروا يعني تستعملوا الهريسه ولا موتارد. انا راني حندير مغيرفه وندير زوج مغارف زيت. انا هنا راني حندير المارينات تاعي يعني لهاد الدجاج، نحطو يعني كيما نقولوا باش يعني الدجاج تاعنا يجينا بنين. لازم ندبلوه مليح ونخلوه يعني يشرب هذيك ساعه يعني باش نقدروا نديروا يعني البطاطا تاعنا. ونقول لكم يعني هاد البطاطا يعني بنينه بالبزاف، تناسب يعني مع شهر رمضان. دوك ان شاء الله نبداو على طريقتي ونوريكم يعني كيفاش راني حنحضر معاكم هذه بطاطا كوشه. بسم الله نبداو على بركه الله. اول شيء خواتاتي نبداو زوج مغارف تاع زيت، يعني زيت تورنسول يعني تناسب بزاف. تقدروا يعني انا نقول لكم ديروا بالتورنسول، ما تستعملوا ني زبده ني والو. وناخذوا يعني مغيرفه تاع لا موتارد، وناخذوا هذاك الثوم، الثوم دي غوندال انا عندي 6 سنينات. وناخذوا يعني كاع دوك التوابل والملح ونخلطوا مليح، يعني هذاك الدجاج نخلطوا مليح، هذوك لي زيبيس ندخلوهم مليح. وقلت لكم يعني خلوهم حتى ساعه، نغطوا عليهم وخلوهم في الثلاجه ساعه باش يعني نبداو نكملوا البطاطا كوشه تاعنا. انا الدجاج تاعنا خليته هذيك الساعه كيما راكم تشوفوا. دوك بسم الله انا راح نزيد ندير هذوك زوج وراقي تاع الرز، وانا البطاطا يعني قطعتها بهذا الشكل، ونزيد ونخلطو مليح يعني هذاك الدجاج مع هذيك البطاطا، نخلطهم مليح يعني. وبالنسبه للماء راني حندير نص كاس تاع ماء، ما يوصلش 220. ونطيب هذه البطاطا كوشه، راني حنطيبها على 180 يعني لا كويسون تاعها حتشد لي كيما نقولوا 45 دقيقة. ونزيدو نحمروها من الفوق ونوريها لكم ان شاء الله بعد ما طيب. انا هنا راني استعملت البابي الومنيوم ما قلت لكمش، يعني نغطوها مليح كوفريتها كيما راكم تشوفوا. وقلت لكم لا كويسونس تاعها يعني 45 دقيقة. وبعد ما طيب نحو لها هاد البابي الومنيوم ونشعلها لا ريزيستونس، تزيد تتحمر من الفوق، ويعني نوريها لكم حاضرة معاكم ان شاء الله. كيما راكم تشوفوا راني خرجت يعني الدجاج تاعي من الفوق يعني طاب، هو راني حنوريه لكم ان شاء الله في صحن التقديم. هاي بطاطا كوشه اللي حضرتها معاكم، يعني شوفوا كيفاش البطاطا قعدت على حالها، ويعني ما جاتش باهيه بزاف. يعني شوفوا كيفاش حضرتها، يعني نقول لكم تناسب مع شهر رمضان. وان شاء الله طريقتي عجبتكم، وان شاء الله ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في صحتكم وصحه فطوركم وفي امان الله.